أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: لقد توفي والدي في رمضان هذا العام رحمه الله، كيف أكون بارا له بعد موته وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أموات المسلمين أجمعين، وأن يغفر لهم وهو خير الغافرين، وأن يجعلنا جميعا من البارين. اللهم بعزتك وجلالك أعطنا في البر أفضل ما أعطيت من بر. أولا أدعو الله، قل: اللهم اجعلني بارا بوالدي ولا تجعلني عاقا لهما، لأن الدعاء مفتاح كل خير، والبر بيد الله يعطيه من يشاء، فهناك أقوام وفقهم الله للبر بفضله، والبر لا ينال بالذكاء ولا بالحول والقوة، ولكنه فضل من الله. ولذلك قال عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال عن نبيه يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا كله فضل من الله. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب في برك لوالديك التي تعينك على البر، وأن تتذكر عظيم الأجر والمثوبة عند الله إن ذكرت والدك بعد موته. تتذكر أنه بمجرد موت الوالد فقد ابتدأت برا جديدا، وهو البر بعد الموت، وهذا من أصدق البر، لأن البر في الحياة قد يكون مجاملة، وقد يدخله الرياء، وقد يدخله ثناء الوالد والوالدة، لكنه بعد موت الوالد والوالدة لا يسمعك إلا الله ولا يراك إلا الله، فأنت في أصدق البر وأخلص البر، وهو البر بعد الموت. وثانيا شدة حاجة الوالدين، لأن الوالدين بعد الموت أشد حاجة إلى البر منهما في الحياة، لأن بر الحياة لقضاء مصالح الحياة. أما إذا ماتا وارتحما فإنهما في قبر لا يعلم ما فيه إلا الله، فالرحمة الواحدة منك والدعوة أن الله يرحمهما تساوي شيئا كثيرا. وكم من أب في ظلمة قبر نورها الله بفضله ثم بدعاء ابنه له، وكم من أم في ظلمة قبرها وضيق لحدها نور الله عليها وأفسح لها بفضله ثم ببر أولادها لها. فالبر بعد الموت أشد ما يكون حاجة، والداك بحاجة إليك الآن، ولو كانا صالحين فإنك تسأل الله أن يزيدهما وأن يفسح لهما في قبريهما وأن ينور لهما، فتذكر أنهما أحوج ما يكونان إليك في مثل هذه الساعة. البر بعد الموت بر حاجة وشدة في الحاجة. تصور أخي لو أنك وضعت في غرفة على قدر جسدك، وهذه الغرفة يوسع لك فيها ويضيق عليك، كيف يكون حالك إلى أن تبعث؟ وكم كم هي ساعة سرور حينما تفسح لك هذه الغرفة وحينما ينور لك فيها. فإذا قلت: اللهم ارحم والدي وأفسح لهم ما في قبريهما ونور لهم ما فيه، أفسح للوالد في قبره والوالدة، فأدخلت السرور عليهما وأحسنت إليهما. الوالدان أحوج ما يكونان إليك الآن بعد الموت، فتشحذ همتك على أن تكون خير والد لوالديه، وخير ابن وخير بنت لأمها وأبيها. لا ينسى ولا تنسى، لا تنسى أما طالما ربت وأحسنت، ولا تنسى أبا طالما صنع إليك المعروف، وطالما أدبك، وطالما أطعمك، وطالما سقاك بإذن الله جل جلاله، وطالما هذبك، وطالما قومك، وطالما أرشدك، وطالما أحباك. مهما قسى الوالدان عليك فالله وحده الذي يعلم مقدار حبهما لك، فلا يمكن أن ينسى مثل هذين. ومن وفى لوالديه أحبه الله، لأن الله يحب البر ويحب البارين.
فاجتهد أن تكون خير والد لوالديه بعد موتهما، تجتهد صدق الاجتهاد. ثانيا أن يكون برك خالصا لربك، لا تراه عين ولا تسمع به أذن ولا تتمنى به على والديك. الصدقات الخفية تأتي لتطعم الطعام، فيوضع بين يديك الطعام فترى جميل الطعام فتذكر أما طالما قدمت إليك، طالما أطعمتك وطالما تفقدت حوائجك وطالما أرضعتك من دمها ولبنها، فيهون عليك هذا الطعام لتخرج إلى يتيم فتطعمه أو أرملة فتطعمها، وتتوسل إلى الله وتسأل الله أن تجعله رحمة على والديك، وتجمع الناس على صدقة على بر على خير، تجعله صدقة على والديك، تتذكر الوالد في إحسانه. ولربما مات الوالد وترك لك من خيري الدنيا من أموالها وخيراتها، فما تركك في الدنيا فقيرا، وترك لك حسن السمعة وترك لك الخير الكثير، فتأبى إلا أن تبره وتبحث عن الأبواب، عن أبواب الخير، وتقول في نفسك هذا الأب الذي أغناني الله به والله لن تكون الدنيا أعز علي منه، فتكفكف بماله دموع اليتامى وتجبر به قلوب الثكالى وتحتسب الأجر عند ربك. الصدقات الصادقة الخفية تجعل لك صدقات في جوف الليل على والديك، تجعل لك دعوات في سجودك، تجعل لك ابتهال إلى ربك في مضان الإجابة بين الأذان والإقامة. لا تنسى الوالدين وهما الآن في قبرهما أحوج ما يكونان إليك، فإذا حفظت هذا العهد حفظك الله وجعله وسيلة لك إلى لقاه وجعلك موفقا مسددا. إن أنفقت بارك الله في نفقتك ورد عليك بأضعاف أضعاف وجعل الخلف عليك في نفسك وأهلك ومالك وولدك، فإن النفقة التي يتقرب بها العبد إلى ربه تقربه إلى الله، لكن النفقة بالبر أقرب إلى الله جل جلاله. فكم من أموال تضعها في جيبك هي من فضل الله ثم من فضل أبيك عليك، تستخسر أن تأخذ من هذا المال شيئا تتصدق به عن أمك وأبيك، فتبني مسجدا لوالدك ووالدتك أو تحفر بئرا لأبيك وأمك، وتتقرب إلى الله بهذه الدنيا التي طالما أحسنا بها إليك. إن عهد الوالدين لا ينسى، أوصيك أن لا تنسى والديك. قال بعض السلف من صلى ثم دعا لوالديه فقد شكر الله وشكر لوالديه. من صلى ولم ينس والديه من الدعاء في صلاته فقد شكر الله بصلاته وشكر لوالديه بدعائه لوالديه. ثم أوصيك أخي في الله أن تسأل لوالديك أحسن المسألة وأصدق المسألة، تبدأ بسؤال الله أن يعيذهما من عذاب الآخرة وأن يؤمنهما من فزع الآخرة وأن يعيذهما من عذاب القبر، وتتصور حال والديك وهما أحوج ما يكونان إليك، أن تستصرخ ربك وأن تناديه وتسأله وتسترحمه فهو أرحم الراحمين. قرأت في كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام أن الله رحيم بخلقه، فقل يا ربي يا أرحم الراحمين ارحم والدي. وقد علمك الله هذا الدعاء فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فتدعو إلى الله بصدق وتسأل الله سؤال الصادقين البارين أن الله ينور قبور الوالدين وأن الله يلطف بهما في الآخرة، ثم تسأله أن يعفو عنهما وأن يسامحهما في حقه، فتسأل الله أن يغفر لهما ما ضيعا في حق الصلاة وحق الزكاة وحق الصوم وحق الحج، هما أحوج ما يكونان إلى دعائك. تبتهل إلى الله ثم تسأل الله أن يعينهما على أمر الآخرة فيعيذهما من حقوق الخلق، فتسأل الله عز وجل أن يعيذهم من المظالم والمآثم وحقوق الناس، وتبحث عن كل شيء يرضي والديك،
فقد يكون هناك أناس أقوام تعاملوا مع والدك من برك لوالديك، تذهب إليهم وتسألهم أن يسامح الوالد، وأيضا تبر والدك بزيارتهم وتفقد شؤونهم وأحوالهم وتتقرب إلى الله عز وجل بجميع ذلك. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فتصل أهل ود أبيك وتزورهم، فإذا رأوك قالوا رحم الله فلانا، رحم الله أباك، وذكروا الأيام الجميلة والمواقف الجليلة، فكنت سببا في الرحمة على والديك. كذلك أيضا البنت مع أمها تنظر إلى صويحبات أمها فتزورهن، وإذا زرت أحدا من أصحاب أبيك أو واحدة من أصحاب من صويحبات أمك سألته أن يسامح أباك، فقل له يا فلان إن من حق أبي علي أن أستسمحه من حقوق الناس، وإني أعلم محبتك لوالدي، ولكن هذا حق عليك، فأسألك أن تسامح أبي. فلربما زل الوالد بسب أو شتم أو غيبة أو ضيع حق هذا الصاحب، فإذا قلت له سامحه فقال سامحته وغفرت له، تحلل من هذه المظالم، فهنيئا لك من ابن بار وهنيئا لك من بنت بارة. وهكذا تتفقد كل ما فيه الخير لوالديك. ومن أعظم ما تبر به أباك أن تحسن لإخوانك وأخواتك، وخاصة أخواتك، فإن المرأة ضعيفة، وإذا مات أبوها ليس لها إلا الله ثم أخوها، تزور أخواتك وتسلم عليهن وتحسن إليهن وتتفقد حوائج الإخوان والأخوات وتنوي بذلك بر الوالد. الأخت ليس لها بعد موت أبيها إلا الله ثم أخوها، وحينئذ عليك أن تنظر إلى حاجة أخواتك إليك، لا تسأم، لا تمل، لا تضجر. إذا احتاجت أختك إليك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، وكم هي ساعة تلك الساعة إذا دخلت على أختك وهي مزوجة وعندها أولادها، فضممت أولادها إلى صدرك وأحسنت إليهم وأدخلت السرور عليهم، وأنت تنوي برا لوالديك، هذا كله من أسباب الرحمة، ومما تلين به القلوب إلى الله، ومما يتقرب به إلى الله وتشترى به رحمة الله. أحسن إلى والديك في إخوانك وأخواتك، فإن أساء إليك الإخوان والأخوات وآذوك صبرت واحتسبت، وكلما تحدثت نفسك أن أخاك آذاك تذكرت أباك وأمك، وتذكرت ما بينك وبينه من عهد الوالدين، فصبرت واحتسبت وتصدقت بذلك على أبيك وأمك. هذه كلها من المواقف الكريمة ومن بر الوالدين بعد الموت. فقضاء حوائج الإخوان والأخوات من بر الوالدين، خاصة إذا كانوا ضعافا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تعطينا من البر أكمله وأجله وأفضله، وأن تتقبل منا ذلك خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.